كانت من 6 سنين بالظبط، كنت في طريق الكلية. تمام. وانا في طريق الكلية حصل حادثة، وقعت من القطر. كنت في طريق من المنوفية لطنطا، وقعت من القطر فرجلي حصل لها بتر. تمام. رجل واحدة اتعمل لها بتر. رجلي اليمين بالكامل. رجلك اليمين بالكامل اتعمل لها بتر. داس عليها. الحمد لله الموضوع كان يعني كان معدي عليا، كان ربنا نعم عليا بالصبر. لا انت بتقول لي، انت اول مره كنت بتحكي لي انت كنت بتضحك، انا مش هنسى والله يعني. وانا انا فاكر انا مش هنسى ان انا يعني انا متضايق ويعني متاثر جدا، وانت ربنا يعني هي ميزه ربنا مديك رضا. وانا وقتها كنت بقول عليك انت ما عندكش دم. لا والدي نفسه كان مستغرب، حاسس ان انا كنت في غيبوبه، يعني حاسس ان انا لسه ما فوقتش. كنا مستنيينك تفوق وما فوقتش من وقتها يا كلادي. الحمد لله دي كلها نعم ربنا. هو بس ربنا بيقول لي وكل فضل نفس الله وسعها، فربنا مش عارف ان انت تتحمل حاجه زي دي فهو مش هيبعتك. الحمد لله عديت الموضوع. طبعا كان مؤثر جدا على الاسره كلهم، والدي واخواتي، وانا ولد وحيد على 6 بنات، فالموضوع كان صعب جدا على والدي واخواتي ووالدتي وكل اللي في البيت وكل اللي حواليا. بس الحمد لله يعني انا يمكن من يومها لا نزلت دمعه بسبب الموضوع ده ولا فقدت الوعي لحظه.